السلام عليكم، ويا رب تكونوا كلكم في أحسن صحة وحال. وإن شاء الله شهر رمضان على الأبواب، وربنا إن شاء الله يبلغنا جميعا رمضان. من الشكاوي المشهورة قوي اللي بنشوفها في العيادات والطوارئ، خصوصا في مناطق معينة من العالم من ضمنها أجزاء من السعودية، الأنيميا المنجلية ومرض تكسر الدم المنجلي. زي ما قلنا، في بعض الأماكن من السعودية، بعض الأماكن من البحر المتوسط، بعض الأماكن من الهند وأفريقيا، ولاحظوا إن الأنيميا المنجلية أو تكسر الدم المنجلي بيجي أكتر في المناطق اللي فيها ملاريا. الحقيقة أنا شخصيا مش عارف ليه، وما مش عارف ايه السبب، انما لاحظوا انها في المناطق اللي فيها ملاريا كتير. وطبعا زي ما قلنا، تكسر دم وراثي، يعني ده مرض وراثي جيني. مش هتعمق في الوراثة قوي عشان ما نعقدهاش، انما هو يعتبر صفة متنحية. صفة متنحية ببساطة ان او الجين متنحي او الكروموزوم متنحي، اللي هو موجود عند الاب وعند الام. فلازم عشان يطلع طفل مصاب بالانيميا المنجليه يكون الاب والام عندهم هذا الجين المتنحي. في حاله لو واحد فيهم عنده الجين بتاع الانيميا المنجليه والتاني ما عندوش، بيطلع الطفل طبيعي لان الصفه متنحيه. وساعات بيكون الأب والأم عندهم الجين بتاع الأنيميا المنجلية، بس حصل فيه طفرات مع توارث الأجيال، فبيطلع الطفل حامل للجين بتاع الأنيميا المنجلية وليس مصاب. وفي بعض الأحوال الوراثية بيقترن الجين بتاع الأنيميا المنجلية مع مشكلة برضه في الجين بتاع الثلاسيميا أو أنيميا البحر المتوسط، وبينتج عنه أنواع برضو متدرجة في القوة. بيبقى خليط أو كوكتيل ما بين الأنيميا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط، وفي نوع منها شديد جدا وفي نوع أقل خطورة منها على حسب الطفرات اللي حصلت في الجين بتاع الوراثة. الأعراض بيبدأ يجيلك الأم في الطفولة، تقولك الولد بيصرخ كتير، بيشتكي كتير، بيجيله تشنجات، بيجيله عدوى كتير، عنده تبول زيادة عن اللزوم، أما يكبر شوية ممكن يبقى فيه تبول لا إرادي نتيجة التأثير بتاع الخلايا المنجلية. هنا هنقف ونقول إن كريات الدم الحمراء شكلها اسطواني عشان تقدر تتحرك وتبقى مرنة ومالية في الأوعية الدموية، خاصة الأوعية الدموية الصغيرة جدا أو الدقيقة، وما يحصلهاش أي مشاكل. في الحالة دهيت أو الخلل الجيني بتاع الأنيميا المنجلية، بتبقى كريات الدم الحمراء شكلها منجلي زي الهلال أو هلالي، فبالتالي بتبقى مش عندهاش المرونة وبتقف وبتتعلق في الأوعية الدموية خاصة الدقيقة منها، وبيحصل لها تكسر فبينقص الدم والهيموجلوبين داخل جسم الإنسان. عشان كده قلنا عليها أنيميا تكسر الدم أو أحد أنواع أنيميا تكسر الدم. بعد ما بيكبر الطفل، الأم أو الأهل بيجوا يشتكوا لك إن هو نموه بطيء، ممكن يجيله تشنجات أو عدوى متكررة نتيجة إن مناعته ضعيفة، وفي اصفرار في عينه ممكن يكون موجود، وممكن يجيله تقرحات في منطقة الساقين، خاصة المناطق اللي بين اللي هي العظم قريب من الجلد زي منطقة الساقين. والولد بيشتكي ممكن من ضيق تنفس وحاجات زي كده ممكن نلاحظها. وطبعا هيقولوا لك ان في غالبا عنصر وراثي في العيلة للأنيميا المنجلية.
اما بيكبر مع السن مع الوقت بتبدا الاعراض ده هي تزيد. طبعا لاحظنا ان النمو هيبقى قليل، ممكن يزيد بعد البلوغه والطفل او الطفله يبدا ينمو طبيعيا، بس بتبدا الاعراض تبقى واضحه، اصفرار العين، الام الجسم، الام العظم كله، الام في المفاصل، تقرحات في الساقين، تشنجات عند التعرض لدرجات الحراره الشديده، وآلام في البطن سواء في منطقة اليمين أو الشمال، وهنقول ليه بعدين، أو آلام حتى في منتصف البطن ممكن، أو في أي منطقة من البطن، آلام في الصدر، مشاكل في النظر نتيجة وقوف أو علوق الخلايا المنجلية لشكل المنجل في الأوعية الدموية الدقيقة بتاعت الشبكية. و معظم الشكاوي بتكون بالشكل دوت، وقد يجي معاها في بعض الأحوال مغص شديد في منطقة البطن زي ما قلنا، أو ساعات بينزل إحمرار في البول نتيجة تكسر الدم ونزول مادة البيليروبين أو مادة الصفراء من الكريات الدم الحمراء. هيجي يكشف، هنكشف كشف كامل، هنسمع ان في عنصر وراثي في العيله، هنعمل فحوصات كتيره. لوحظ ان زي ما قلنا المناطق اللي فيها ملاريا بيبقى معاها انيميا منجليه كتير. بعد كده هنعمل فحوصات كامله بعد ما ناخد التاريخ المرضي الكامل من المريض او اهله على حسب سنه، وبعد كده هنعمل فحوصات اهمها طبعا صوره الدم. صورة الدم هتبين وعدد الخلايا اللي هي المتكسرة، هتبين إذا كان في تكسر، هيبين نسبة الخلايا، عدد كريات الدم الحمراء والهيموجلوبين. وهنعمل حاجة اسمها، كنا قلناها قبل كده في فيديو الأنيميا، اسمها التحليل الكهربي للهيموجلوبين، فهيبين نوع الأنيميا الوراثية إذا كانت منجلية أو بحر متوسطية، والدرجة بتاعتها هل هي إصابة ولا مجرد حامل للمرض، هيبان على حسب التحليل بتاع التحليل الكهربائي للهيموجلوبين. فحوصات كاملة هتتعمل للجسم، فيلم على الدم كله هيتعمل عشان يبين شكل الخلايا المنجلية، وهيتعمل سونار على البطن ممكن يبين حاجة مهمة جدا اللي هي تضخم الطحال. ده بيحصل نتيجة ان الخلايا المنجلية بتدخل الأوعية الدموية بتاعت الطحال وتقفلها، فبيحصل تضخم للطحال. وممكن في مرحلة متقدمة من الموضوع ده، ان مع ملء الطحال بالخلايا المنجلية وقفل أوعيته الدموية هيحصل ضمور في الطحال نفسه، ويبدأ يعمل لنا مشاكل كتيرة جدا نتيجة ضمور، وهتبدأ الأمراض زي التيفود، السلمونيلا، لوحظ انها مقترنة نتيجة ان الطحال مهم جدا في النشاط المناعي بتاع الجسم، هيبدأ الطفل او الكبير يبقى عرضة للتيفود وميكروب السلمونيلا او مرض هيموفلس الانفلونزا او الامراض الخلايا السبحية الستريبتوكوكس من التهابات حلق والتهابات رئوية وهكذا. وممكن في السونار يبان حصوات في المرارة نتيجة، وده يبرر الألم اللي كان بيجي في ناحية اليمين نتيجة تكسر كريات الدم المنجلية ونزول مادة الصفراء اللي هتروح للمرارة وتتراكم وتعمل حصوات وتيجي حصوات في المرارة. إذن الأنيميا المنجلية بتبقى مقترنة بحصوات المرارة، مقترنة بتضخم الطحال، مرتبطة بأمراض كتيرة وعدوى كتيرة، ودوت من ضمن مضاعفاتها الحقيقة اللي هي تضخم الطحال وحصوات المرارة وتقرحات في الرجلين بنشوفها كتير في المرضى، واصفرار في العين، وتشنجات أو مشاكل في النظر زي ما قلنا نتيجة انغلاق الأوعية الدموية بتاعت الشبكية، وقد تؤدي إلى جلطات في منطقة الرأس أو منطقة، ودي مضاعفات مش دي القاعدة، أو في الشرايين الرئوية، فتعمل دايما لا قدر الله جلطة في الشريان الرئوي وزيادة في ضغط الشريان الرئوي، وقد تؤدي برضو في القلب إلى مشاكل في القلب نتيجة انسداد الأوعية الدموية وقلة الأكسجين اللي بيحملها كريات الدم الحمراء الغير طبيعية اللي شكلها منجلي
للقلب، فبتبدأ تيجي ممكن مشاكل في القلب أو في المخ أو تشنجات أو آلام في العظام أو مشاكل في المفاصل نتيجة تآكل في المفاصل وآلام عظم مستمرة ومشاكل في الكلى وتبول لا إرادي وبعض الأشياء من هذا القبيل. فديت مضاعفات الأنيميا المنجلية. أهم أو أخطر مضاعفات للأنيميا المنجلية حاجة بنسميها سيكل سيل كرايسيس أو أزمة الأنيميا المنجلية. بيجي المريض نتيجة تعرضه لضغط نفسي مستمر أو صدمة عصبية أو ارتفاع شديد في درجة الحرارة أو تعرض لبرودة شديدة أو في الأماكن المرتفعة جدا أو تعرضه نتيجة نقص الأكسجين أو نتيجة إن هو ما بياخدش الأدوية إذا كان معروف إن هو مصاب بالأنيميا المنجلية. هيجي بآلام شديدة جدا في العظم والجسم، قد تصل لآلام في الصدر وقد تؤدي زي ما قلنا إلى جلطات في الصدر أو لا قدر الله التهابات رئوية نتيجة التعرض لعدوى شديدة وسخونة وارتفاع في درجة الحرارة. ودية الحالة الحادة اللي هي قد تتطلب فورا الطوارئ والتنويم والعلاج الفوري في الحالات اللي زي دي. بالنسبة للحالة الصعبة جدا بتاعة أزمة الأنيميا المنجلية أو سيكل سيل كرايسيس، طبعا محاليل فورا عشان نفتح الشعيرات الدموية والأوعية الدموية، موسعات للشرايين داخل المحاليل، وإعطاء مسكنات للألام وعلاج فوري للالتهابات الموجودة سواء هيموفيلس أو سالمونيلا أو التهاب رئوي نتيجة الستريبت أو الخلايا السبحية أو الميكروب السبحي عفوا. وقد يتطلب الأمر استئصال الطحال واستئصال المرارة في بعض الأحوال نتيجة حصوات مع ارتفاع درجة الحرارة، ودي الحقيقة حالة طارئة تتطلب التدخل السريع لإنقاذ المريض. في الحالات العادية بتاعت الأنيميا المنجلية بندي فوليك أسيد اللي هو حمض الفوليك دايما، هو بيساعد شوية على تكوين خلايا. الحديد الحقيقة مش مفيد قوي في أنيميا التكسر عموما وفي الأنيميا المنجلية، لأن احنا ما عندناش مشكلة نقص حديد، احنا عندنا مشكلة تكسر كريات دم حمراء شكلها منجلي في الأوعية الدموية وفقدان الهيموجلوبين. ففي الحالات اللي زي دي اللي هي العادية نمشي على الفوليك أسيد على طول، ما نبطلوش ابدا. قد ناخد موسعات شرايين زي ماده اسمها النوتروبيل بتوسع الاوعيه الدمويه شويه، ومسكنات للالم من اللي موجوده في معظم الصيدليات، وممكن ندي علاجات للتقرحات الرجلين او علاجات للالام العظام ومسكنات للمفاصل. وقد نعطي مادة اسمها الهيدروكسيوريا، وديت بتساعد على تقليل نقل الدم سواء في الحالات الحادة أو في الحالات المزمنة نتيجة فقدان الدم، نتيجة أنها بتنشط الهيموجلوبين وبتصنع الهيموجلوبين أكتر شوية. وطبعا في الحالات المزمنة اللي مش لاقيين لها حل خالص، طبعا احنا قلنا ممكن يحصل استئصال للطحال واستئصال للمرارة. ممكن يتطلب الأمر في بعض الحالات تغيير مفاصل نتيجة خلالها بسبب الأزمات المنجلية المستمرة، وقد يتطلب الأمر عملية زراعة النخاع في بعض الأحوال. الأنيميا المنجلية خدوا مني بعض النصايح بقولها للأم اللي عندها أطفال عندهم أنيميا منجلية. حابب بس أقول إن الحاملين للمرض معظم الأوقات بيكونوا طبيعيين مفيش حاجة، قد يكون نقص في الهيموجلوبين بدرجة أو درجتين أقل، وده اللي بنلاحظه اللي هو عنده سمة الأنيميا، بنسميها سمة أو سيكل سيل تريت، سمة الأنيميا المنجلية. إنما بيبقى عادة ما بيشتكيش من أي حاجة إلا في حالات السخونة الشديدة أو حاجة زي كده، قد يشتكي من آلام زايدة في العظام وأشياء من هذا القبيل، وممكن نلاقي إصفرار بسيط في العين. نصايح للأمهات وللي عندهم الكبار اللي عندهم أنيميا منجلية: ما توقفوش الفوليك أسيد أبدا،
حاولوا في الاماكن المرتفعه ما تطلعوش عموما الاماكن المرتفعه جدا عن سطح البحر نتيجه قله ماده الاكسجين اللي هو مهم جدا لتوصيل الدم، يعني الكريات الدم الحمراء بتحتاج له عشان توصل الدم للجسم كله بتاع الانسان. حاولوا دايما تاخدوا التطعيمات، مهمه جدا بالنسبه للام وبالنسبه اذا كان في تطعيمات منشطه عند دخول المدارس او عند الكبار، خاصة ضد الأمراض اللي معرض ليها الطفل أو الكبير خاصة بعد استئصال الطحال. إذا احتاج الأمر لمادة الهيدروكسيوريا لازم يمشي عليها الشخص مدى الحياة، ولا قدر الله في حالة الإصابة بسخونة أو ارتفاعات في درجة الحرارة أو التعرض لضغط نفسي، حاولي دايما أو حاول ما تتعرضش لضغط نفسي لأن دي من محفزات حدوث أزمة أنيميا منجلية. ما تتعرضش لتيارات هواء باردة شديد، حاول ما تطلعش مرتفعات، حاول تاخد تطعيماتك في مواعيدها، حاول تتغذى غذاء صحي مليان فواكه وخضروات لأن دوت هينشط المناعة بتاعتك وهيساعد على تكوين خلايا دم كتير. حاول بقدر الإمكان إذا أصبت بأي ميكروب بكتيري أو أشياء من هذا القبيل إن أنت تروح فورا للدكتور وتاخد علاجك على طول. الأنيميا المنجلية منتشرة في بعض الأماكن في العالم بصورة كبيرة، نحاول ما نقلقش منها. معظم الحالات بتكون حالات مايلد أو بسيطة، حالات الحادة أو التقيلة بتبقى أقل طبعا في الحدة، ودي رحمة من ربنا. الحالات الشديدة دايما قلنا نتدخل فورا ونروح للدكتور فورا. الحركة مهمة جدا والرياضة مهمة جدا لأن الجلوس هيعمل ركود في الدم والأوعية الدموية. موضوع مهم بنشوفه كتير في الفترة الأخيرة، بنصح الجميع بالنصايح اللي أنا قلتها وبتمنى لكم جميعا الصحة والسعادة وأشوفكم دايما على خير. ما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس، وإلى اللقاء. السلام عليكم.